هناك أحداث خطيرة تمر بها منطقة الشرق الأوسط، تقلبات، توترات، مظاهرات، عدم استقرار، ومع استمرار الصراع العربي الإسرائيلي وباقي الصراعات الأخرى المتواجدة في البلدان أو في المنطقة التي قد نجد هناك من تلك الأحداث الداخلية التي طغت عليها ما يحدث في ليبيا ومصر وتونس، مثل العراق من العنف في الشارع أو الانفجارات المستمرة، وما يحدث في لبنان من النزاع الحكومي، وأيضا بالنسبة داخل العربية الفلسطينية وبالنسبة للوضع السوري والإيراني، وما يحدث في السودان من انقسام أيضا بين الشمال والجنوب، وهناك دولة جديدة ولدت في المنطقة هي دولة سوف تكون دولتين للسودان، شمال السودان وجنوب السودان أو السودان وشمال السودان، لا ندري كيف سيكون الأمور والأوضاع بالنسبة لهذا الوضع، ولكن نأمل أن يكون هناك مستقبل أفضل رغم كل هذه الأحداث وكل هذه التوترات وكل هذه الاضطرابات التي من الممكن أن نقول أنها ظاهرة حدثت بشكل مفاجئ قد ينتج عنها ما هو أفضل، ونتمنى ذلك ونأمل ونشيد بأن تكون الأجيال المقبلة أفضل في البناء والعطاء وما يمكن أن تسهم به وتشارك وتتحدى أو تواجه التحديات الحضرية الحديثة.